السلام عليكم خوت هانين، ديما كندخل بهاد الدخلة هادي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الا كنتي اول مرة كتشوف هاد القناة، سبسكرايب، شير على التعليق زوين، ومرحبا بك معنا في القناة ديالنا. واليوم غادي نعاود لكم واحد القصة حقيقية، يعني قصة حقيقية وقعت لواحد الشابة مسلمة في امريكا، وغنعرفوا ما بين السوشيال ميديا في الدول العظمى والسوشيال ميديا في المغرب، يعني واحد الاختلاف كبير. وكل واحد وكيفاش كيفاش كيستغلها، كاين اللي كيستغلها بواحد الطريقه مزيانه، وكاين اللي كيستغلها بواحد الطريقه كما غنوريكم طريقه، يعني حنا عارفين الطريقه في المغرب كيستعملوها الناس، واللي كيضر في الخاطر بزاف هو الناس كيتبعوا ديك الطريقه اللي ما هياش مزيانه، وبنادم كيعجبو داك المحتوى والناس يدخلوا يعني بزاف الحوايج. حنا غادي ندوي على هاد القوه ديال هاد السوشيال ميديا في البلاد، القوه السوشيال ميديا نديرو حنا نقولوا في امريكا، لان انا عايش في امريكا، نهضروا على امريكا. القصه الخوت بان هاد الشاب هادي غنوري لكم، هاد البنت هادي ما عرفش من الاصل ديالها، ولكن هي مسلمه، وكنعرفوا العيد كان قريب، يلا داز العيد، عيد الفطر، والناس كيمشيو ويخرجوا عائلات، كتكون صايم الشهر كامل كتبغي تخرج عائلتك نهار العيد، تمشيو للريستورات تجلسوا تاكلوا وتشربوا. هاد السيده هادي ناضت نهار العيد، عزمات العائله ديالها، عزمتها امها كما قالت هي، امها دايره الحجاب، عائلتها يعني خواتاتها دايرين الحجاب، هي ما دايراش، دخلوا للريستورا. اوكي، قبل ما كيمشيو للريستورا خاصكم تعرفوا الخوت هنا، انا ما كنهضرش مع المغرب، ما كنظنش في هذه القضيه هذه، والله اعلم. اللي يمكنكم تخليوه في التعليق واش كاين ما كايناش، كنهضر على الناس اللي عاشتهم، ولا يعني الناس اللي كنعرفهم معنا ما كيديروش هذه القضيه اللي كيديروا هنايا. هنا خوت في امريكا، يعني ما بغيتش نهضر على امريكا، ولكن راه كيجي الظروف خاصك تدوي على هذا الشيء. بغي يمشي شي ريستورا زوينه، حنا في البلاد كتلقى صاحبك كيقول لك اه فلان ديك الريستورا مشيت ليها زوينه، سي لا ورتي ريستورا رخيصه، ديك الريستورا فيها الماكله زوينه، كتمشي على بالك راك صاحبك قال لك سير ليها، ولا بعد مره كتمشي غير بارازار، كتكون فيك الجوع كتمشي كتدخل، كيعجبك الماكله اللي فيها، يعجبك الثمن، كتبقى يعني متعوده ديك الريستورا. هاد البنت هادي دارت كما كيديروا الامريكان كاملين، كتشوف الريستورا اللي يعني اللي بغيتي، كتدخل جوجل كتقلب على الريستورا، ياك كتشوف. انا غنوريكم شنو كيشوفوا، اي واحد كيدخل يشوف شي ريستورا كيشوف هاد الرقم، هذا ريفيو، هاد الرقم هو اللي كيشوفو، هاد الرقم هو اللي كيخليه يقول ليه واش الريستورا مزيانه ولا مزياناش. ومن بعد هاد الرقم هذا كتنزل تشوف الريفيو ديال الناس شي كتبوا على ديك الريستورا، يعني الرقم كتقول ما ديك الرقم كتشوفو رقم كبير، كتشوف الناس كتقول هاد الريستورا يعني مزيانه، نمشي نجربها. داكشي دارت هي، هزات الام ديالها وهزات خواتاتها ومشاو لهاد الريستورا هادي، لقات هاد الرقم هذا، اما كتشوف هاد الرقم يعني رقم كبير، رقم بالنسبه للريستورا رقم كبير، اي واحد يشوف هاد الرقم في الامريكان غادي يمشي يدخل الريستورا ويقول بان هاد الريستورا يعني التعامل ديالهم مزيان، ماكلتهم مزيانه، كلشي مزيان، اي حاجه ما درتيهاش مزيانه تيكتبوها لك الناس، اي حاجه درتيها تيكتبوها الناس، عندهم الخاطر لهادشي، بالعكس اللي حنايا يعني قلت لكم بالنسبه للمغرب، بعد ما يجي يدخل ياكل ما عجبوش حال ما تيكتب حتى حاجه كيخرج بحالو، شاد في خاطرو كيخرج. هاد الناس ما عجبوش الحال كيخرج، كيدخل ريفيو، كيدخل ريستورا ديال جوجل، وكيقيد بان انا مشيت نهار فلان فلاني، واش طرا ليا واش طرا ليا واش طرا ليا مع هاد الناس، وعلى هذاك الرقم ما كيجيوش عندك الناس نهائيا، كون على يقين ما غيدخل عندك حتى واحد. نرجعوا للقصه ديال البنت. هاد البنت قالت دخلت هي وعائلتها الريستورا، اون فوا دخلت الدخله، التعامل ولا الشوفه ديال دوك الناس كانت شوفه ماشي شوفه زوينه، يعني ماشي شوفه ترحيب، ماشي شوفه كتشوف اي كاستمر داخل عندك وانت باغي يعني تكسب، حنا عارفين الكورونا تكسب الكاستمر في هاد الوقيته هادي، والضحكه زوينه والتعامل زوين وتجلسهم بزاف الحوايج. هادشي قالت ما كانش، قالت دخلنا كانت واحد الشوفه من الصطاف السربايه ما كانتش مزيانه، جلسوا في الطابله، جات لعندهم السربايه واحد التعامل خايب، يعني كلعبه كتجمل عليهم،
كتجمل عليهم. نهار البنت هذه هضرت معاها قالت لها ما كاين لا شيء ثاني بهذاك التعامل، يعني حنا جي كاستمر غتعاملي معنا بحال هذيك اي كاستمر، وبغيت نهضر مع المناجير ديالك مع البوس ديالك من حقها. هنا اي واحد ما عجبك التصرف ديال شي واحد خدام كتهضر مع المانجر، يعني السوبرفايزر ديالك، المناجير، الناس، الشخص اللي مسؤول كيجي عندك هو اللي كتفهم انت وياه، ما كتبقاش تفهم انت وداك الشخص اللي يتعامل معاك ولا ما بغيتيش التعامل ديالو معاك. جابت السوبرفايزر على الاقوال ديالها، قالت لك السوبرفايزر ما بقاش يشوف فيهم، ما كيتدوي وحاني راسو، اللي قال لها قال لها خلي السربايه يديروا خدمتهم. قالت لكم ما يمكنش، يعني انت اللي سوبرفايزر، انت خاصك يعطيك واحد القضيه، خاصك انت تدخل بواحد الطريقه زوينه. قالت التصرف اللي صار معنا حتى هو ما عجبوش الحال، يعني بان علاش حنا نهضروا مع السربايه ديالو، وعلاش نقول لها علاش كتعاملي معنا بهذه الطريقه، باش عرفوا انا غنجيكم شنو غادي يوقع. مشى بحالو، قال لها خليهم يديروا خدمتهم. سكتات هي وعائلتها. لكن ما هنا في امريكا عندك الحق خاصك تدوي عليه، ماشي بلاد اخرى. الا عندك الحق وش راسك، يعني شي واحد ظلمك، شي واحد يعني دازك الحقوق ديالك، الا سكتي راك ما تسواش. هنا ما خاصك تسكت على اي حاجه، ما عجبتش خاصك تدوي عليها، واخا تكون في الخدمه، تكون في ما بغيتي تكون، حقك حقك، ما كاينش غيجري عليا ولا انا، ما كايناش هاد القضيه. نات هي دوزي تناقروا مع السربايه، قالت واحد الكلمه للسربايه مع بلا ما نذكرها في هذا الفيديو ده. قالت واحد هي قالت لك انا قلت واحد الكلمه للسربايه، قلت لها ملي قلت لها مشات السربايه لعند المناجير، جا المناجير قال لها خاصكم تخرجوا كاملين، جرى عليهم كاملين من الريستوران، قال لها ما مرحبينش بكم في هذا الريستوران، خاصكم تخرجوا دابا، ما تعاملتيش مع السربايه ديالي مزيان. هو ما شافش بان السربايه اللي ما تعاملتش معك مع الكاستمر مزيان، هو شاف غير هذيك بان السربايه قلت واحد الكلمه خايبه خاصك تخرجي. هنا غتبدا الدور ديال السوشيال ميديا والطريقه اللي غتعامل مع هذه البنت هذه، طريقه ذكيه وطريقه بلا ما تمشي للبوليس، بلا ما تمشي لتا حاجه. هذه البنت عندها تيك توك، عندها كونت في تيك توك. في العشيه اللي مشات للدار فتحات الكونت ديالها ديال تيك توك، فتحاتو وشرحات ليهم شنو وقع مع عائلتها وشنو تصرفوا لها، وقالت ليهم السميه ديال الريستوران، وراتهم علاش مشات، يعني مشات حيت شافت هاد الريفيو كان طالع والرقم كان طالع، قالت بان هاد الريستوران كترحب بالجميع، وهاد الريستوران يعني مزيانه، التعامل ديالها كما الناس كيكتبوا. حطت لهم مشكلتها كلها في تيك توك، دخلوا عند الناس شيروا داك الفيديو. خوش علي شنو وقع لديك الريستوران، انا غنوريكم الرقم اللي شافته هي قبل ما تشير الريستوران، ونوريكم الرقم اللي ولا من بعد ما لاحت الفيديو في تيك توك. فرق كبير، الرقم اللي لاحت هو هذا الرقم هذا، شوف اخوت هذا الرقم هو اللي لاحت قبل ما تشير الريستوران، باش بهذا الرقم باش قالت نمشيو نشوف هذا الريستوران اللي تهضروا علينا الزوين. من بعد المشكل اللي وقع ها الرقم اللي ولا، شوف شحال ولا، ويمكن دابا اكثر من هذا الرقم، نزل اكثر على الرقم. هذا الرقم هذا دارت الريستوران هي مزيان، يعني ما مشات لا بوليس، ما مشات لا محكمه، ما مشات حتى حاجه. كل اللي دارت بها طلعت الكونت اللي عندها في تيك توك، وطلبت الناس اللي عندها وشرحت لهم الوضع، قالت لهم اش وقع ليا، اش وقع ليا، اش وقع ليا، اش وقع ليا مع الناس، بليز عافاكم بغيتكم تكلفوا بهم. دخلوا الناس لديك الريستوران، دخلوا لديك الجوجل، وبداو تيكتبوا تعاليق سلبيه، يعني الالاف ديال التعليق السلبيه، يعني ما كامله الساعه ديال من الفيديو اللي دارت، ساعه ما كاملاش من هذا الرقم. شفتوا هذا الرقم راه كبير بالنسبه للريستوران، لهذا الرقم، هذا الرقم بهذا الرقم اخوت ما غيبقى يجي عندهم حتى واحد جديد، واي واحد غادي يبغي يدخل ديك الريستوران وغادي يدخل يشوف التعاليق ديال الكاستمر اللي جاو قبل منه وباغي يشوف، ما غايجيش نهائيا. واللي معاشر الامريكان غادي يعرف ان كلامي صح، هاد الناس عندهم سوشيال ميديا صحيحه، هادي السوشيال ميديا عاونتها بزاف الحوايج، يعني بلا ما تداز معاهم، بلا ما تبدل البوليس، بلا حتى حاجه، دخلت للسوشيال ميديا وتوسلت الناس اللي في الفيديو اللي غيشوفوا بان هاد الناس تكرفصوا عليا هي وعائلتها، حيت ما كان دايره الحجاب والتعامل ديالها ما كانش تعامل زوين. وماشي غير العرب اللي دخلوا علقوا تعليق خايب، انه الا دخلتي تعليق حتى الامريكان دخلوا معلقين تعليق خايبه، الا دخلتي تعليق تموت بالضحك.
كل واحد شنو كيكتب، كل واحد انا جبت جده ما تعاملوش معاها زوين، جده كان عندها عيد الميلاد وطلبت شي حوايجها ولقيتهم دايرين لي شي حاجه فيها والماكله ما نقياش، يعني هرسوا السمعه ديال ديك الريستورا. علاش؟ لان ما تعاملوش مزيان مع الكاستمر، وديك الريستورا غادي يدخلوا يشوفوا شنو واقع وغادي يعرفوا شنو واقع ويبغيو يصلحوا التعامل ديالهم مع اي كاستمر جا. حتى غيعرفوا بان هذيك البنت هي اللي كانت سبب بان نزل لهم النقط، نزلت لهم وهذاك النقط قلت لكم هو باش كيجيو الناس يدخلوا عندك، الناس اللي ما كيعرفوكش باش تجيب ناس جداد. هذا هو، خاصك تكون التعامل ديالك مزيان حيت الناس هنا ما كينساوش، كيمشيو وشي يكتبوا لك اي حاجه شافوها خايبه كيكتبوها، اي حاجه شافوها زوينه كيكتبوها. كما قلت لكم السوشيال ميديا ديالهم هي هذه قويه، والسوشيال ميديا ديالنا هي ندى ونزار. هاد ندى ونزار هي ديال المغرب، الناس متبعين هاد هاد خوتنا وغادي معاهم في الهويه، الناس كيتي يدافعوا على حقهم بطريقه زوينه. وكما قلت لكم السوشيال ميديا راه واحد السلاح قوي، خاصنا غير نعرفوا ليه كيفاش نستعملوه، ما نبقاش نستعملوه في العطيان وفي الروتين اليومي وبزاف الحوايج. اوكي خوت، نتمنى منكم تكونوا بخير وعلى خير، كما قلت لكم دعموا القناه، سبسكرايب، لايك، شير، تعليق زوين. تحيه لكم، القصه عجبتني وبغيت نشارك معكم لان بلا بوليس بلا مخزن صرعتهم. تحيه لكم، لوف اند بيس.